السلام عليكم متابعيني الرهيبين الجميلين، رب يحفظكم على تعليقاتكم اللي تخبر على دعمكم الرهيب، هذا اللي يخليني انزل بشكل يومي. تحياتي، خلنا نبلش. انا اشوفكم من يمي، تمام حبيبتي؟ اشتاق لك. ما زلت يا امه. قبل 4 أيام تقريبا نزلت فيديو خبر انفصال حسن الطالقاني عن زوجته بنين، واللي ما يعرف من حسن الطالقاني هذا الشخص اللي اشتاره هو يبوس بزوجته او يبوس ببطن زوجته وهي حامل، ويوم ينزل فيديو انه بطن زوجته كبرت وشوفوا ابني وابني راح يجي. المهم سبب الانفصال قال انه على اساس بعد ما ولدت بيوم واحد انفصل له، شنو السبب ما ندري، لكن احنا ما عبرت علينا هاي السالفة، وكنا قلنا هذا شيء كلاوات، اقل شيء اسبوع 3 أيام 4 أيام ويرجعون، وفعلا بعد 3 أيام رجعوا وقالوا هذا كان سوء فهم والى اخره. سالتكم بالتعليقات قلت لكم اتوقعوا المده اللي راح يرجعون بيها، كلها ما صدقت وقالت 3 أيام، لكن اكثر فيديو هي اميره ابي علقت تعليق صح، قالت يومين ويرجعون لان يقولون احنا ما نقدر نكمل مع بعض، وفعلا هذا كان الجواب الصحيح. فكرنا المقدسه عقدنا بابرنيان من جديد، عقدنا لان صار سوء فهم وانا تسرعت بالنشر، يعني كان السبب 100% غلط طبعا، يعني مو هي من غيرتها علي طبعا، اللي تسوي قالت طلقني وكذا. مو عليكم، احنا نحبكم اكيد، بدنا نفارقكم ولا بدنا نفارق على ودي لطيف، تمام؟ ايوه يلا كامل ستوريات. شوفوا بنين مسوي وشم، بنين بس الوشم 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 شنو هذا؟ بس دقيقة بس تاريخ مال الولادة العنونة مالتنا. وبنهاية الفيديو أريد من عندكم كلمة رهيبة أو رسالة توجهها لحسن وبنين ومناسبة هذا المحتوى مالتهم.